السؤال الثالث. نعم. والله أنا نسيت يا شيخ. قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد. أيوة نعم. هل الشخص يجوز أن يجمع زوجاته في فراش واحد أو في غرفة واحدة ويكون هو معهم هو الثالث، يعني زوجتين هو ثالثهم في فراش واحد؟ في فراش واحد يعني. والله ليتك ظليت ناسيه يا جاسم هالسؤال. يلا ما خالف. جزاك الله خير. مرحبا مرحبا. يا ربي الله يحييك.